الناس مستويات. حجاية دائما نقولها للتعبير عن التباين الطبقي والاجتماعي، وهذا الشيء ترى هم موجود بالسياسة. القوى السياسية الحالية هم مستويات، بها الوطني وبها الفاسد وبها القاتل، وكل طرف من هاي الأطراف عنده معتقد سياسي يمشي عليه. شباب تشرين اللي راح ينزلون باكر هم هالشكل، مو على قلب واحد، وعدهم مستويات فهم متباينة لطريقة التعبير عن المطالب، رغم انه هدفهم قد يكون واحد. ودليلنا على هالحكي انه باكر راح ينزلون بثلاث ساحات ببغداد، بالنسور وبالفردوس ومن ثم التحرير. وخلونا نجيكم بالتفاصيل. باليوم السابع لمقتل إيهاب الوزني اجتمعت أغلب قوى تشرين بكربلاء حتى يحددون شنو الخطوة التالية. هنا بين الاختلاف بوجهات النظر، مجموعة علت السقف هواية ورفعت شعار ماكو وطن ماكو انتخابات، ومن باكر نطلع نغلق مكاتب المفوضية بكل المحافظات، ولو يجي حاتم الطائي وهدهد النبي سليمان ما نقبل بغير هذا الرأي. مجموعة أخرى أكثر عقلانية واقعية رفضت هذا التصعيد واعتبرته خطير ويضر بالحركة الاحتجاجية، وقالت نكتفي بالاحتجاج السلمي كمرحلة أولى، وبعد شد وجذع وبوكس منا وصيحة منك صار انقسام واضح بين الشباب. هذا الانقسام راح ينعكس باكر حتى على مكان وساحات الاحتجاج. ناس راح تتظاهر بساحة النسور هروبا من التشديد الأمني وسيطرة جهات سياسية على المطعم التركي، وآخرين اختاروا ساحة الفردوس للتجمع ومن ثم الانطلاق إلى التحرير. وذولا راح تطلع وياهم جماعات عدها تواصل وتنسيق مع جهات سياسية فاعلة. هذا الاختلاف قد يكون طبيعي جدا في حركة احتجاجية وليدة تؤمن بالحوار وتعدد الآراء واختلاف مستويات التعبير عنه، شيء طبيعي إذا الناس من يوم آدم هي مستويات. ليش تستغرب إذا صاروا شباب تشرين مستويات؟ قابل هم مو ناس؟